عزيزاتي المتتبعات، اليوم شاف روزة طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم روتين صباحي. اليوم نهار تاع ساردين، مول الدار راح جاب ساردين. اليوم ما عندي لا غسيل لا باش نقي لا والو، يعني كلشي عندي نقي. اليوم غير تاع طيب، جاب لي ساردين كيما هكا، يعني كميه تاع كميه مليحه. انا كي نجيبها كيما هكا نغسلها ضربه واحده ونقسمه، يعني النص اللي نقليه والنص اللي نديره انا دولمه، يعني ما نديرش انا غير ضربه واحده نقليه. الدولمه نخدمها ونديرها في كونجيلاتير، كي نسحقها غير نجبد ونطيبها. مع اليوم راه ثاني مازال الماء يسيل، يعني شوفوا هنا السله تاعي جد نغسلها نشعتها، يعني سورتو البلاستيك المعاود هذا. ايوا نغسلتها مليح مع كنت منقيه كلشي، مواعين اللي مغسولين. هذه هنايا كانت بنتي صنعتي طاحت، ما راح تقرب، قلت لها غير خلينا نغسل المواعين يعني ونقتصدوا، نعرفوا كي نقتصدوا. مثلا كي يجيك السردين مثلا كيلو، ما تروحيش ديري كيلو كاع، ارطلق ليه وزيدي معاه وارطلحي خدميه دولمه وديري في لي بورتمونجي، كي تسحقي غير تجبدي. لو كنتي في اخر لحظه تكوني برا ولا ما يجيك واحد على غفله ولا، يعني ساهله باش تخدميها. مرات ما تتخمي ما تلقيش ديري تجبدي وديري، هذا ما كان. انا ديما نخدم هذه الخدمه، عندي السردين ديما عندي نخدمه دولمه وندير في الكونجيلاتير، ما يخسر ما يكون يقعد شهر ما يصرى له والو. المهم يعني غير تخدمي تغسلي غير خدمي ديري في الكونجيلاتير مليح يساعدنا. ما سورتو راه كلشي غالي، الدجاج غالي، اللحم غالي، السردين كي تشري عرفي كي تخدمي به. يعني هذه احسن طريقه نعطيها لكم انا، هذه هي موحد تخدم كيما هكا. كي تشري السردين دائما تقسميه، يعني الدولمه مليحه، يعني ساعات في الليل نقعدو خاموشه نديرو، تروحي الكونجيلاتير جبديها وديريها. هاي وانا ديري جواز تاعها بالبطاطا ومن بعد ارميها فيه، هاي وخليها طيب. طبسي تاع السلطه هي فطروا ولا تعشى ولادك. هاي وانا نغسل غسلت المواعين كاع تاع كيما قلت لكم بنتي كانت دارت الفاكس، من تاني نوريها لكم، يعني عندها غير 17 عام وقلت لها تعلمي، يعني الطفله كي تتعلم صغيره ماشي كيما من حتى تشرف كيما لي يكون يدخلوهم صغار هكا، يعني الوحده تصغر للفرصه. دائما كيكون الماء تصغر للفرصه انها تغسل تنقي تعمر تدوش، ونهار اللي ما يكونش الماء راكي غير مريحه، لا درتي فطور ولا راكي مريحه. سورتو اللي عندها يعني الدراري يقروا ولا، يعني يكون عندها وقت باش تقعد معاهم، ماشي غير كوزينه كوزينه وطياب وغسيل. لازم ثاني الدراري يكون عندهم يكون عندهم فرصه باش الام تبقى معاهم. شو دروك القرايه راهم ما يقروهمش 100%. كيما راني نوريكم كيما هكا، انا شوفيها وينك خليتها كثر شويه، راني يعني كسمتها شوفي كيما هكا ندير لها هنايا، خليه كي يكثر شويه نغسل المواعين وهكا كلشي، نقي بوطاجيه ونرجع له. يعني نوريو كيما هكا نوري المبتدئات كيفاش يتصرفوا، سورتو الوقت الوحده تنوض بكري، كي تنوضي بكري تكملي كاع شغلك تكمليه بكري، احسن ملي تصبحي راكده ومن بعد ما تلقيه مقطوع وتولي تجري وتولي تحسي بالعيا. ها وينه شوفي دائما انا ندير كيما هكا، يعني هذه نعطيها للمبتدئات باش كي يعرفوا يتقشفوا، ولا العرايس جدد ولا، يعني باش تقدر دير حوايج في دارها، يعني كاش مواعين خاصينها ولا تشريهم بهذه الطريقه، يعني تقشفي. ها وينه شوفي النص انا هذا اللي منا راح نقليه، والنص هذاك راح نديره دولمه. هاي وين انا رفقتها جبت البطاطا باين نقليها. شو البطاطا لازم تغسليها مليح، شفتي كي تجي غير بالترابو القاوري يغسلوا لها غسيل الكسوه، ولا الجزائريين كشي كيجيبوها لهم تربه هكا بترابها ودواء، ولا سورتو المرا اللي تعاني بالحساسيه لازم غير تنقي البطاطا وتغسلها، لازم تروح تغسل بالصابون. انا مره صرات لي ما فقتش وتوشيت وجهي، يعني صعب هذاك البرودوي اللي يديروا في البطاطا. ونحسن عون الناس، يعني المصاريف راهي غاليه. هاي انا السلطه ثاني نعطيكم واحد لاسيس، السلطه كي تكون عندك ذابله ماشي تروحي تقيسيها، نقيها كيما كتشوفي نقي فيها هنايا، شليها وديريها في الماء تاع السباله، يعني السباله عادي ما ديري لا فريجيدير لا والو، ماشي الماء بارد تاع فريجيدير، غير الماء تاع السباله حطيه فيها. كي تغسليها حطيه فيها
وخليها حوالي وحداش نص ساعه ولا حتى لساعه تلقيها جديده تحلفي، يعني جربوها ورجعوا لي بالخبر، تلقيها جديده تقولي كاع ماشي سلطه الدبله اللي كانت عندي. انا الطريقه هذه نخدمها كي تدبل لي سلطه نخدم غير هذه الطريقه، يعني اكتشفتها باللي كي خليها نغسلها ونخليها في الماء ماشي تقطعيها، خليها هكا في الماء وهداك السن نص ساعه ولا حتى ساعه الماء تاع السباله وتشوفي لما لقيتيهاش رجعت كيما هي جديده. والناس تقشف راكي تشوفي المصاريف غاليه كيما كانوا يقولوا بكري، قالك قلت شي ترشي وتنوض من الجماعه. والناس لازم تتقشف وتعرف كي تمشي. هنا كي بديت نقلي في السردين تاعي انا عندي هاد لاستيوس ندير الفرينه والملح، وكاين ثاني انا شفتو ثاني دير السميد رقيق شويه هكا متوسط ودير فيه الملح، ثاني يعطي واحد شويه كو شباب ثاني في السردين اللي ما يبغيش الفرينه استعملي السميد ديري فيه الملح وقليه ورجعي لي بالخبر، تكون هذيك الطبقه هذيك خوسيون هذيك اللي تتقرمش مع السميد الشي كيتقلي يعطيها كو شباب، يعني يختلف كاع على الفرينه. ها هو هنا انا مع سخنت الزيت تاعي ورمتها في الفرينه والملح، يعني هذه افكار نعطوها للمبتدئات من الاخوات السيدات يعني اللي محترفات يعني ديجا راه عندهم يعني خبره، نعطو للمبتدئات. ها هو هنا قليتها مليح، يعني انا دايره عشاء فطور خفيف ظريف كيما يقولوا، ما اليوم كيما قلت لكم ما عندي لا غسيل لا والو. ها هو هنا انا داك السردين رافقته مع طبسي تاع بطاطا طبسي تاع سلطه شويه تاع عنب والخبز والماء، يعني والحمد لله يعني الناس تعرف كي تتقشف. ايوا هنا يعني وشهيتكم في الجنه ويسمحوا لي الاخوات اللي تكون تتوحم ولا تسمح لي. ايوا هنا ورافقته ثاني مع بنتي دارت هاي وينه دارتين طاخت العشيه دارتها باش يتقهواو بها العشيه. ايوا هنا يعني هذه مبتدئه وراهي بدات تخدم. ايوا هنا يعني وفطور خفيفه والسردين تقسميه تعرفي كي تستغلي الفرصه. ونتمنى هذا الروتين تاعي يعجبكم ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى.